ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويعلمون ضمير الصامت لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. اللهم مواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد ولا يغلب نظير ولا يغلب بظهير، يا من خلق فرزق وألهم فانقر وأبدع فشرع وعلا فارتفع وأسرع الحاسبين، يا ذا القوة المتين صل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته، واقسم لي في شهرنا خير ما قسم، واختم لي في قضائك خير ما ختم، واختم لي بالسعادة في من ختم، وأحيني ما أحييتني موفورا وأمتني مسرورا مغفورا، وتولى أنت نجاتي وتولى أنت نجاتي. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، بأبي أنت وأمي يا ابن الله.